ملفها. واخر موضوع طبعا اتكلمنا عنه قبل كده كذا مره، فكره اهميه البطولات العالميه اللي بتستضيفها مصر واللي بتنظمها مصر لمنتهى الاقتدار والنجاح. الحقيقه حاجه تشرف جدا، وزي ما بنقول دايما الرياضه قوه من ضمن القوى الناعمه اللي بتقوي الروابط والعلاقات ما بين الشعوب بعضها والبعض الاخر. طبعا اخر البطولات دي هي بطوله كاس العالم للرمايه اللي بتستضيفها مصر في الفتره من 23 فبراير وحتى الخامس من مارس ان شاء الله. هنشوف مع حضراتكم تقرير عن تفاصيل هذه البطوله وكافه الدول المشاركه فيها والترتيبات اللي تمت لاستقبال ضيوف مصر. هنتفرج وهنطلع فاصل ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل. بطولة يعني بشكل كبير جدا من البطولات المهمة جدا في الألعاب ذات الطبيعة الخاصة، لعبة أولمبية أبطالنا فيها على غرار عزم حلبة وقمر ومجموعة كبيرة جدا من اللاعبين عندهم خبرات أولمبية كبيرة، دخلوا بطولات. أكيد بطولة العالم في مصر في الفترة دي هنعتبرها كمان إعداد قوي جدا، قمة عالية في المنافسة بنسميها في الموسم التدريبي. لكن ان احنا نستضيف ونكمل استضافة العالم كله في مصر المرة الثانية وفي هذا المكان المبدع الجميل اللي احنا شفناه النهاردة الصبح، ان شاء الله يكون يعني شيء مهم اخر من اجندتنا الدولية اللي احنا مستمرين فيها في استضافة الاحداث الرياضية العالمية. كأس العالم الرماية ده احنا بننظمه وعندنا خبرات سابقة في استضافة بطولات افريقية وبطولات عربية، وطبعا ده بيزيد مننا من أدائنا في هذه البطولة، لأنه كأس العالم مختلف عن البطولة الأخرى، بيحتاج عدد كبير من الرجال المنظمة، بيحتاج زيادة وتكثيف الأداء في استقبال ومغادرة الوفود، تداول ونقل أسلحة والمهمات. احنا استعدادنا كبير جدا وتخططنا ليه من حوالي 3 أو 4 أشهر، شغالين على اللجان المنظمة اللي هي بالفعل قامت بعملها على أكمل وجه، ويمكن فيها أداء أحسن وخبرات سابقة زادت من كفاءة اللجان في هذه الفترة. احنا نقدر نقول أنه استضافتنا لهذه البطولة هو نجاح للمنظومة الرياضية في مصر وليس الرماية فقط، لأنه النجاح اللي تم في مونديال كرة اليد ويزيد نجاح أكثر بنجاح بطولة كأس العالم، ده بيجعل صورة مصر مشرفة أمام العالم في توقيت أن الدول العالم بالكامل لن ولم تستطيع استضافة هذه البطولات. إذن مصر لها قدرة مميزة دون سائر دول العالم.